اوكي، اذا هنايا الا رجعنا غادي نلقاو بان الدين عنده علاقه بهذه المساله. لحقاش ما تنساش بان واحد الحاجه سميتها العلم، لا سيونس. هادشي اللي بغيت نقول لك يا اللي قلت لي راني شي دوله مسلمه متقدمه ما كايناش. وي دابا كاين واحد الحاجه سميتها العلم، وهاد المساله هذه هي سر لو سوكسي ديال الانسان. ماشي مشكل ديال خليه يكون مسلم، راه الدين هو ضياع لواحد الطاقه عقليه، ضياع ديال واحد الطاقه وكتاثر، ولكن في الاسلام كتاثر علينا بزاف، حيت الدين عندنا انكلوسيف بزاف ديال الحوايج اللي عندك. اصلا انت عندك الحريه تتصرف فيهم كيف بغيتي، ولكن الاسلام كيتدخل تيقول لك ها كيفاش خصك ديرهم، والطريقه اللي عندك انت انيسيالمون احسن من الطريقه اللي جاب لك الاسلام. اذا هادشي واش غادي ياثر على المجتمع؟ بيان سور غادي ياثر على المجتمع. الى انا كنديرها وهذا كيديرها والاخر كيديرها والاخر ولد عمي كيديرها ولد خالي وهذا كفلان، اذا اش كيعبر؟ هذا كيعبر على عقليه المجتمع ككل. فاش كتهضر على الله واحد من اكبر. المجتمع كتحكم عليه. وعنزل اصاحبي شكون هذا الخراي اللي كيدير الله اكبر؟ عقل البول هذا سميتو هذا الحاج هذا كيطلع يقولها وكيمشي بالعاني باش ما نقدروش اننا نديرو لي ريموف. بليز الشباب يديكم على القرص، ان فوا يبان لكم بروفيل طلع هبطوه. لا هذا خصو يتبلوكا، يبقى ينقز علينا بحال فيه. anyway هذا الله اكبر. بلوكيتو. برافو عليك تقمتي ياك الصوت تقمتي ربو مزيان. قال الله اكبر ولكن ما جاش بحال ديال شي واحد غادي يتفرقع. الله حنينة قال حنينة جات بحال شي واحد كيصلي الله اكبر الجمع. جات من بعد منا سمع الله لمن حمده ربنا. لا جات بحال هذيك ديال صلاه العيد، عرفتوا هذيك ديال صلاه العيد تيبقى يقول لك الله اكبر. الا بغيتو تحيدوه راه كتمشي للريسنت سبيكر، ماشي ضروري يكون في ستيج ريسنت سبيكر وكيطلع لك البروفايل ديالو. صافي راه حيدته الاخوان. anyway هاد المساله هادي خصنا ما عرفش واش واعين بها. راه كاين العلم هو شي حاجه ما كنختلفوش عليها، هادي علاش؟ حيت الا ما كانش العلم ما يمكنش يكون واحد الانسان. الانسان السيفي ديالو كاينه في العلم، في المعرفه ديالو، الدماغ ديالو سلوك بلو كومبلكس سيستم في لونيفير هو الدماغ ديال الانسان. اوكي لا فونكسيون اللي كيديرها في الدماغ ديال الانسان لحد الان كان اني تنويدو ما كاين حتى شي حاجه، والمساله عندها علاقه بالعلم. دابا المفهوم ديال العلم ما مفهومش عندنا حتى. علاش كنقول هذا الشيء؟ حيت النهضه الاوروبيه اللي كنعتبرها هنا فين بدا التنوير هو في النهضه الاوروبيه. La renaissance. La renaissance. كاينه لا نيسونس كاينه لا رينيسونس. يعني إعادة الولادة. وهاد السمية ما عطاوهاش لهم عبثا ولا. هاد السمية هادي كدل بأن الإنسان دار واحد ترانزيسيون. كإنسان دا واحد ترانزيسيون من ربما بحال قلتي حياة الحيوان لحياة الإنسان، وهذا هو
المفهوم ديال النهضة الأوروبية. وشنو هو؟ هي كل شيء يؤخذ كتشوف منظور علمي، أي حاجة كتشوفها عندك معها كونتاكت في الانفيرونمون ديالك، إلا خص يكون عندك عليها معلومات علمية دقيقة. وهنا فين اختلفت الفلسفة ديال الإنسانية كما نعرفها، وداك الشيء اللي قالوا لنا قريش، أن كان واحد الجدال كبير، واحد ديبا في التاريخ على العقل والنقل، ماشي غير عند الإسلام، حتى عند المسيحية. ولكن الوقت اللي خداو الناس هذيك لا ديريكسيون، حنا ما خديناهاش. فاش أوروبا تأثرت وخرجوا لنا علماء في جميع المجالات، وأصبح الوجود يدرس علميا، ولا حاضر في المدن ديال الإنسانية. مثلا إلى مشيت لأوروبا، الناس صافي تبنوا العلوم. ولكن احنا كان عندنا مشكل، احنا اولا ما قدرناش ندمجوا معاهم، حيت الايديولوجيا ديال المسلمين كتقول لنا بان احنا احسن منهم وما خصناش نتعاملوا معاهم. داكشي علاش فجت النهضه الاوروبيه لمده واحد 200 300 عام ديال المبدعين وديال المفكرين في جميع المجالات، كان واحد الحضور، ما كانش حضور، كان انعدام حضور العرب وشمال افريقيا في هادشي اللي دارت اوروبا. هنا كتقول اشنا هو اللي منع هاد الناس ما يتاثروش؟ علاش ما يكونش شي واحد مثلا فاش كنسمعوا الفلاسفه اللي عندهم في جميع المجالات، او للمبدعين او للمفكرين او للمكتشفين، ما كنلقاوش حس مثلا شي ناس ساكنين في شمال افريقيا، شي واحد من مصر او لا من ليبيا او لا من تونس من المغرب. 200 عام هذه، 250 عام هذه، 150 عام هذه، 300 عام هذه، 400 غائب. شنو هذا الوقت؟ هذا هو الوقت اللي كانوا الناس غيروا فيهم الحياه ديالهم، يعني اعتمدوا على العقل. احنا يا ما قدرناش، اولا عندنا مشكل ديال الدين معهم، والدين كيقول لنا بان دوك الناس اعداء ديالك، ومن يتولهم فهو منهم. كل ما كانش الدين، واش ما كنظنوش كنا غادي نتاثروا بالفكر الاوروبي؟ انا غير واحد السؤال ديالي باش ما ننساش، غير باش ما ننساش، حنا مثلا علاش حنا كنوعيو الناس بان يعني بخرافه هاد الدين هذا، زعما بلا الدين ما كانش، واش باش يعني باش نحيدوا داك الدين ونبينوا للناس بانه يعني ماشي صحيح، ولا باش ناخذوا حقنا من هاد الحياه؟ انا مثلا كنعذر المسلمين، انا المسلمين نعذرهم، انا نعذرهم، علاش نعذرهم؟ لان ديجا مبرمجين ما على بالوش هو بالدنيا، ولا هو كل كولو ودير فيه اللي بغيت، هو راه عند ربي الفوق اللي غادي يعطيه الجنه والبنان والتفاح والحور وكذا وكذا. نهضروا علينا حنا، حنا كدينيين اللي تحررنا من هذا الفيروس، حنا دابا واش كنوعيو عباد الله وكنهضروا وكان يعني كنفضحوا هذا الدين هذا يعني بلا ماشي صحيح؟ واش غير كنفضحوه كدين بانه ماشي صحيح؟ أدرى بحال نضال مثلا، انت كتخلط وتبقى تشرح لنا بيرلير كده من نوم تشرح وتعطي الفلسفة ديالك الخاصة بك وتشرح يعني بالطريقة ديالك بإنما هالدين، واش انت كدير هادشي كتبين بإنما الدين ماشي صحيح إيبا بلوس، ولا كتفوتنا واحد الميساج بإنما هالدين ماشي صحيح إيوا الدافع ولا الحقوق ديالكم؟ الحقوق ديالكم كاينين هنا في هاد الحياة اللي احنا عايشينها. وخصك تغير الشخصية ديال الإنسان. إلا بغيتي يدافع على الحق ديالو، خصك أولا تحيدو من داك العبودية اللي كيعيش فيها. خصو يكون عنده تقييم للحياة ديالو، يكون كوريكت. ميمكنش غادي يعطيك داكشي اللي بغيتي نتايا، أنه يدافع على الحقوق ديالو. واحد الإنسان للحياة مثلا،
واحد الانسان للحياه ما كتسوى عنده والو، سهل انك تغتصبه في الحياه ديالو. علاش؟ حيت ما كيعطيهاش قيمه، ما عندوش معاه واحد العلاقه ديال الحب، كتخدم المصلحه ديالو، اذا ما غاديش يدافع عليها بنفس القوه. واحد الانسان اللي كيعرف بانه جاي لهاد الحياه وراه الحياه هي اللي كاينه، طبيعة الحال غادي يدافع على الحياة ديالو، تيقول لك إن سول شونس، إذن أنا ما غاديش نسمح في حقي. ولكن واحد الإنسان اللي عطيه لا دوزيام شونس أنه يعيش في الجنة وداك الشيء، وفعلا فحال فاش كتقرا الدين تيقول لك أودي إنما الحياة الدنيا لاعب، راه ما كتسوى والي، لو كانت هذه الدنيا تساوي عندي جناح بعودة لما هذه دار الفناء ودار البقاء، ولا الآخرة خير لك من الأولى. بحال كنت تطلع واحد الانسان اللي ما كيعطيش القيمه للحياه، فاش كتبقى تبومباضي فيه بدي ميساج بان الحياه ما كتسوى والو، هو ما كيسوى والو. وهذا من الحوايج اللي كيستعملهم الدين فاش تبدا يقمعك مثلا في مسائل جنسيه، وكيقمعك في ابداء الراي ديالك، وكيقمعك وكيبدا يقول لك بانك انت خلقت من ماء مهين، وكيبدا يصغر فيك وحكي احتقرك وكيهدك. فانا كيبني الدين، كيهوى الدين كيبني شخصية، وانت الشخصية ديالك كتكون مولدد على الدين. الدين الاصل ديالو جا لاستعباد الانسانية، هذا هو الهدف ديال الدين اون جينيرال. وإلا شفنا في الاسلام كيبان لنا بان هذا استعباد، واحد سميته عبد الله ونحن عبيد الله، يعني ولينا حنا فهمتي، ولينا حنا واحد السيبودوني ديال واحد القوه كبيره اللي هي الله. الا كان هادشي خطا، اذا هنا دخلتي انت وليتي عبد، كنتي حر، انت ما تقدرش تمشي مثلا نهج مع الوحده ديال النهار، تمشي للبارك تريح فيه مع اولادك، ولو انت عبد. انا كنقول لك اش غادي دير بالحياه ديالك؟ فاش كتكون مسلم يعني شي واحد كيديريجي لك الحياه ديالك، ماشي انت. شكون اللي كيديريجي لك الحياه ديالك؟ هو الدين، والدين جا من عند قريش. هذا هو الحقيقه المره، وان الثقافه كلها كنبنيوها على واحد قبيله صغيره كتعيش في الصحراء. احنا كنشدوا الفكره ديال الحياه كلها كنبنيوها بحال مشيتي دابا لشي بلاصه المغرب في الصحراء لداخل، ولقيتي شي 37 واحد كيعيشوا في شي دوار، ومشيت عندهم وخديت عندهم كاع الفلسفه ديالهم والفهم ديالهم كيفاش كيتعاملوا مع بعضياتهم وداكشي، وخديتيه وقدستيه ودرتيه منهاج ديال الحياه ديالك. فما يمكنش انت تكون بحال واحد الاوروبي، امبوسيبل، ما يمكنش. الى الفكر ديالنا هو اهم حاجه فينا، الى خدينا حته ديال غياليتي، الفكر ديالنا هو كل شيء كيبدا بفكره، حتى شي حاجه ما كتبدا بلا فكره. اذا الفكره هي لو بوين دي ديبار، الى عندك مشكل مع الفكره، اذا راه عندك مشكل مع كل شيء، حيت الوجود مبني على الفكره. اوكي، اون فوا كتكون الفكره خطا، سا ديبون على لو دوغري ديال الخطا ديال هذيك الفكره. مثلا المسيحيه خطا، ولكن لو دوغري ديال الخطا ديالها في الوقت الحاضر ديالنا كيبان لينا ماشي ما اثرش بزاف على الثقافه ديال الناس المسيحيين. ولا غادي نشوفه غادي نقوله اوكي، عندنا واحد الفكره على هذا الوجود وكيفاش نعيش الوجود، جابوها لنا قريش، وعندنا فكره اخرى جابوها لنا المسيحيين. اشنا هما المسيحيين؟ هما كل في الرومان طاليان داكشي،
باش كتشوف كتقول اوكي الا الوجود مبني على فكره، منين جبت الفكره ديالي انا؟ او انا جبتها من عند قريش. هنا كتطرح السؤال شكون هما قريش؟ لا راه هضروا، لا راه ما كاين لا الله لا والو، راه لا الله لا جبريل لا والو. هذاك الشيء الفكره هي وليدة الصحراء. علاش؟ حيت اولا الله ما عمره هضر مع شي واحد، ثانيا ما عندنا حتى شي دليل بان هذيك الفكره جابها لنا الله. اذا الا كدنا البروسيس ديليميناسيون كنوصلوا بان هذا فكر قريشي. اذا كتبقى المساله ديال هنايا، علاش هاد قريش غادي يجيبوا لنا شي حاجه نستافدوا منها في الحياه ديالنا؟ اشنايا منين جاب هاد الفكر قريشي القيمه ديالو؟ احنا كنعرفوا بان الفكر القريشي بمعنى الاسلام، كنعرفوا بان المنتج ديالو هو الانسان القريشي. الانسان القريشي هو اللي ديسيدا بان خصو يبدا يصلي خمسة المرات في النهار. الانسان القريشي بوحده ما فيها لا جبريل لا الله لا والو. الانسان القريشي هو الانسان كانوا كيعيشوا ترايبس، كيعيشوا في قبائل متفرقه في الجزيره العربيه. اوكي هنايا كيتطرح المشكل ديال اوكي شكون هما هاد الناس، شكون هما هاد الناس، شكون هما هاد قريش؟ الانسان الاصل ديالو هو البيئه ديالو. الانسان وليد بيئته، هذا هو باش كنديفينيو الانسان، حيت لا كولتور ديال الانسان هي اللي كديفيني شكون هو هذاك الانسان. لا كولتور ديال هذوك الناس هما انه خصنا نخليو في بالنا بان راه ما كاين لا جبريل لا الله لا القران، داكشي كله من صنع الانسان. عيلا كتهضر على اي قبائل في افريقيا ولا في اسيا ولا في قبائل كتعيش في شي قبيله من اوكي هنايا كتجي تقلب كتقول منين جابوا هذا الشيء؟ جابوه اوكي، منين غادي يجيبوه؟ اشنا هو المؤثر الاول في بناء واحد ثقافة؟ المؤثر الأول هو البيئة. أوكي علاش؟ حيت المؤثر الأول هو اللي كيعطيك موريد العيش. أنت واحد الإنسان كيتزاد بحال كي كاع بحال الدري الصغير كيتزاد كيمشي للبزولة خصو الحليب، أول حاجة كيديرها خصك توكلو. إذا الإنسان فاش كيقلب على فين يعيش، أش كيقلب؟ كيقلب شي بلاصة اللي فيها ما يأكل وما يشرب. دابا الجزيرة العربية هي الدولة الوحيدة في العالم، السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم اللي ما فيها حتى شي واد، ما فيها حتى شي نهر، ما فيها حتى شي حاجة بحال هذه معلومة. وخص يكون عندها واحد العامل، شي حاجة يقرا raise the eyebrow. خصك تقول علاش جميع الدول في العالم عندهم الوديان ولكن كتمشي حتى للصحراء الإفريقية الداخل ولا بدا ما تلقى الواد دايز من شي بلاصة؟ إلى كاع الدول في العالم دايز منهم الماء، إذا الماء عنده علاقة بالإنسان. باغ كوانسيدونس أن من بين 180 دولة السعودية هي الدولة الوحيدة اللي ما عمرها اللي ما دايش منها واد. هادشي كنهضروا على بناء شخصية الإنسان. دابا بنفس الطريقة السعودية هي البلد الوحيد في العالم اللي ما عمرو تستعمر. حتى شي دولة ما عمرها استعمرت السعودية. اوكي الا حتى شي دولة ما عمرها استعمرت السعودية، اذا ما كانتش واحد العلاقة ديال الناس ديال قريش مع الرومان ومع اليونان ومع البيزنطيين ومع الفارسيين مع الفينيقيين. اشوق هنا دابا خصنا إليمينيو أن هالثقافة القريشية عندها علاقة بالثقافة الإنسانية.
يعني هنايا بحال قريش ما بقاش اكستنسيون ديال ليغيتاج انتيليكتويال ديال الانسانيه. علاش؟ حيت ما كاينش ان كونتاكت. اوروبا ما عمرها حتى شي دوله في العالم ما عمرها استعمرت السعوديه، والسعوديه ما عمرها استعمرت شي دوله. إذن باش كتنتقل الثقافات والفكر، باش كينتقل الفكر؟ كينتقل بلو كونتاكت. خص يكون عندك كونتاكت باش ينتقل الفكر. اوكي، فاش كيجيو الرومان كيستعمرونا كيجيبوا معاهم الثقافه ديالهم، كيجيبوا معاهم اش كياكلوا، اش كيشربوا، كيفاش كياكلوا، كيفاش كيشربوا. فاش انت كتمشي تستعمر دوله اخرى نفس الشيء. شفنا هادشي مع العثمانيون، شفناه مع جميع الحضارات. وكاين ايفيدونس ان الفراعنه كان عندهم مع اليونان، كان عندهم مع الفارسيون، كان عندهم حتى مع الهنود الفوق. اذا هنايا كتكون شخصيه الانسان. من كيجيب الشخصيه ديالو؟ كيجيبها من عند قريش. هذا هو الفكر القريشي. اولا كتعيش في واحد المنطقه اللي فيها الماء، ما فيهاش الماء. How the fuck do you survive؟ ها؟ كيفاش غادي تعيش؟ تملك راسك حق الوجود وانت كتعيش في واحد المنطقة ما فيهاش الماء. إلا ما فيهاش الماء ما يمكنش يكون فيها تجمع إنساني. يعني ما عندكش مجتمع. الطريقة الوحيدة اللي غادي تعيش بها هي غتعيش بطرق. لحقاش هذا هو، هذا هو الأصل ديال الإسلام. الإسلام هو شي ناس قبيلة قريشية، وهذا هو المستوى ديال التحضر، هذا هو نوعية الفكر اللي كانوا كيعيشوا به. ما فيهاش جبريل، ما فيهاش القرآن، ما هو هذا. إذن إذا كان هذا الفكر جا من عند هاد الناس، أحسن حاجة خصنا نديرو هي نديرو واحد ليفاليواسيون ديال هاد الناس، نقولو شكون هما هاد الناس. بحال جبت لك شي كوطاسيون، فهمتي؟ قلت لك كاينة هاد المقالة قالها واحد الإنسان. أهم حاجة باش تعرف هذيك المقالة، هذاك الإنسان اللي قالها، كتمشي عند هذاك الإنسان وكتعرف داكشي علاش فاش كت باش كنا كنقراو. وكتوصل للسانكيام اني تيقول لك يلا حلل لي النص. اشنو هو تحليل النص؟ هو اشنو هو واحد النص فلسفي ولا ادبي ولا هو واحد ستاناخ، هو واحد الفن. اوكي، بحال فاش كترسم واحد اللوحه، بحال فاش كدير. اوكي، هذاك الفن بغينا نعرفوا اشنو هما الحوايج اللي جعلوا هذا الفنان يصنع هذا الفن، يبدع هذا الفن. إذن باش نعرفو اش كنديرو، كنمشيو للترجمة ديالو، كنمشيو نشوفو شكون هو، فين تزاد طبيعة ديال البيئة اللي تزاد فيها، الأم ديالو كيف كانت، الأب ديالو فين النمط ديال العيش، كيفاش كانوا كيعيشو هنا. علاش؟ حيت كنبغيو نعرفو هذا واحد الإبداع، واحد الفن، بغينا نعرفو الأوريجين ديال الفن، منين جاء هذا الفن. متي فاش كتجيب لي شي مقوله وكتقول لي راه فولتير اللي قالها، كنرجع عند فولتير. شكون هو هذا فولتير؟ اوكي، فين قرا؟ شحال عنده ديال ليكسبيريونس؟ اشنو اللي كتب؟ بمن تاثر؟ اش كنديروا هنا؟ كنعطيو قيمه للفن. اوكي، نفس الشيء فاش كنجيو للثقافه. عندنا واحد الفكر كان تورتوه، كان جي وكان عيشوا به، هو القاعدة اللي كان جيبوا لهذا الوجود. احنا كان جيوا لهذا الوجود، وأحسن طريقة نعيشوا في هذه الحياة هي الطريقة ديال قريش، هي أعظم طريقة تعيش بها. أعظم حاجة غادي تديرها هي أنك تعيش بالفكر القريشي. ظنا منا أن هذا الفكر القريشي عنده علاقة بالخالق. أنا ما عرفتش علاش كنبقاو نسولو علاش حنا ناس متخلفين، ولكن ما كان بحيلة صعيب علينا ندخلو وندير واحد دراسة أنتروبولوجية لقريش ونشوفو
لوريجين ديال ديال الاسلام ونشوفوا القيمه ديال الانسان ديال الاسلام ونشوفوا التاثير ديال الاسلام على واحد الفرد او لواحد المجتمع كيتبنى الفكر القريشي. ولكن مادام جبت اخ بيال التخلف، وشنو الراي ديالك في دوله اندونيسيا اللي دوله متشدده ودوله اسلاميه متطوره، وشنو هو السبب اللي جعلهم متطورين؟ ودابا هادوك الناس الاخ فاش كيقرا القران راه ما كيفهموش بالطريقه اللي كتفهموا نتايا. هذاك الناس دابا الا بغيت تكتب لهم ممنوع البول، الا كتبتها بالعربيه ما كيبقاوش يبولوا، كيخافوا. كتب لهم اللغه العربيه، كتب لهم اللغه العربيه مقدسه. والله الا صاحبي الله، دابا حنا الثقافه ديالنا حنا ثقافه عربيه، حنا كان ثقافتنا عربيه وكبرنا بالفكره بان محمد عربي وحنا عرب وكنفهموا اللغه العربيه مزيان. فاش كتقرا واحد شي حاجه اللي كتعاود هاديمه، الا كنتي كتفهم اش كتعني غادي تاثر على البيرسوناليتي ديالك، ولكن الا ما كتفهمش اش كتعني كتعود عندك انت بحال واحد الفن انك كتشطح به. سمعتيني؟ علاش؟ حيت المشكل هو انه كتفهم اش كتعني واحد الحاجه. احنا ماشي شي ناس، احنا كبرنا بالثقافه العربيه، احنا كبرنا بالشعراء، شعراء المهجر وشعراء النوستالجيا وشعراء هادو، وقرينا على الجزيره العربيه ولينا احنا ناس عرب، احنا عندنا شخصيه عربيه. هادوك الناس راه عامره الدنيا تما بالدول، كلهم عايشين زوين. احنا ياكم شادين العرب، شادين الرويله نايضه بين العرب بيناتهم. اوكي، اذا هذاك الانسان انا سكنت معاهم، انا سكنت مع مالي، ماشي نو ماشي سكنت معاهم نو عشت مع يعني لمده عامين وانا كنت رافق مع شي ناس من ماليزيا. ماليزيا ما كيعرف حتى شي حاجه في اللغه العربيه، ناثين، والو. ما كيعرفش هو سعد بن ابي وقاص، الزبير بن العوام، هذوك ما عندوش هو حتى داك معاه، عنده ربما كيعرف عمر ابو بكر، صافي. ما عندوش هو مع كاع داك الشيء ديال الاسلام، ما كيعرفش لا الثقافه العربيه لا نجا. اوكي، ناس عندهم، انا واحد فيهم سولته قلت لي، قال لي اكتي كيفاش باش كتامنوا؟ قال لي احنا كنلبسوا الطربوش بحالك. فلاد ما يقول لي يعني فيلوسوفيكمون تقولنا واحد الطربوش كنلبسوا بالطريقه، يعني ناس ما عارفينش شنو هو. اذا واش كاين فرق ما بين شخصيه الانسان المسلم وشخصيه المغربي ولا التونسي ولا الجزائري ولا مصري؟ واش كتختلف على واحد الانسان من ماليزيا؟ بيان سيغ، حيت لو ميساج كيدوز ليك نتايا. فاش كتكون كتفهم اللغه العربيه وعندك معلومات كبيره، فاش كيدوز لك الميساج ديال؟ اذا هادوك الناس اولا كيبانوا ليا ناس كيعرفوا كيمشيو للجامع كيصلي تيجي بحالاته، ثقافه عندهم بيغ ديالو. اندونيسيا سيكولار ماشي اسلامي. اش قلتي؟ زيد في الصوت يا سنوب. اندونيسيا سيكولار، علمانيه ماشي اسلاميك. اكزاكتو وي يا هذه اندونيسيا اكبر تجمع كنظن اسلامي في العالم. ولكن هذوك الناس ما خداوش الثقافه العربيه، فهمتي؟ ما تبناوش الثقافه العربيه. هذوك الناس تبناو الدين ديال العرب، ولكن ما تبناوش الثقافه العربيه.
احنا راه تبنينا الثقافه العربيه اوكي، عندنا القوميه العربيه وعندنا فيها تاريخ وعندنا فيها نضال وبنينا هاد القوميه العربيه. يعني احنا ربطنا راسنا بالثقافه ديال الصحراء باننا نحن عرب، يعني ان الدي ان اي ديالنا فيها اوكي. ولكن انا ما فهمتش اخي ابيالير، ما فهمتش دوله علمانيه تامن بقتل المرتد، بما 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 احنا كنعرفوا بان العلمانيه دير اللي بغيت انت يا وما تاديش ما تادينيش وصافي، دير اللي بغيت صلي في صلي حتى ما نعرف فين. كيفاش كيف غادي تكون الشخصيه ديال داك الانسان اللي هو علماني مسلم ويامن بقتل المرتد في القران؟ راه سي بيزار هادشي، راه ما كيدخلش للعقل. ايوا هو هذا، راه حنا عندنا كومبليكاسيون في المغرب، فهمتي؟ واش نفهموا انهم خداو غير الحوايج الزينين من الدين؟ هادشي الفكره اللي بغيت تقولنا، اندونيسيا خدات غير الحوايج الزينين؟ لا، ما يمكنش يتسرب ليك واحد، ما نقدرش نأثر ليك على الشخصيه ديالك الا ما كتفهمنيش اش كنقول ليك اوكي. انا ما نقدرش نأثر ليك على الشخصيه ديالك، امتى غادي نأثر ليك؟ الا فهمتيني اش كنقول ليك، فهمتي؟ بحال قلت لك انا غادي نقتلك، ولكن انت ما كتفهمنيش اش كنقول. واش انت غادي تغير البسيكولوجي ديالك؟ واش غادي تخاف؟ واش غادي تبدا تدافع على راسك؟ ما غاديش، الا ما كتفهمنيش انت ما غاديش تغير، ولكن الا كتفهمني انت غادي تغير. اذا فاش كيجي الاسلام وكيقرا واحد الانسان من اندونيسيا كيقرا القران، ما غاديش ياثر عليه. علاش؟ حيت ما كيفهمش اش في القران. القران هو ديك بحال فاش كتزاد كتهز واحد الماكينه، وداك الماكينه فيها واحد البروغرام سميتو القران، سميتو الاسلام، وكتحيد المخ اللي عندك وكتخشي ديك البروغرام اللي فيه الاسلام، وكتبدا الحياه ديالك. لحقاش الحياه ديالك بازي على لا ديفينيسيون ديالك ليها. اوكي، اشنا هي لا ديفينيسيون ديالك ليها؟ هي ان الحياه هو فلوكو، الجوهر ديالها هو ان غادي تجي لهذا الوجود وغادي تستعمل واحد الطريقة استعملوها قريش باش تعيش في هذا الوجود. واش هاد الفكرة هادي يقدر يتقبلها الإنسان؟ أنك جيتي لهذا الوجود فاش كتقول غادي نعيش بواحد الطريقة عاشوا بها قريش، إذا عندك بزاف ديال العشوة، عندك الانفينيتي ديال العشوة باش غادي تعيش. إلا حطيتي بأن غادي تشد واحد الثقافة قريشية، هادوك الناس كانوا كيتزوجوا وكيطلقوا بواحد الطريقة، كانوا كيربيو ولادهم بواحد الطريقة، كانوا كياكلوا بواحد الطريقة، كانوا كيصليوا بواحد الطريقة، كانوا كيعاملوا الأزواج ديالهم الطريقة، القوانين اللي كانوا كيعيشوا بها في هذاك الدوار ديال قريش. اش غادي ندير الا جا شي واحد قال لي اوكي هذه هي كيفاش غادي تعيش الحياه؟ اوكي، يدير لي شي فيديو يقول لي ها شي ناس كانوا كيعيشوا في الخيام وهالخدمه ديالهم، كانوا كيرعاو الغنم شويه، ولكن فيهم شي وحدين كيتعرضوا للقوافل كيديو لهم داكشي اللي عندهم، هالطرق باش كانوا كيتزوجوا، ها كيفاش كانوا كيطلقوا، هالقوانين ديال الزواج عندهم، هالقوانين ديال الإرث عندهم، ها حريه التعبير عندهم كيديرها، ها كيفاش كانوا كيعاملوا المراه، ها كيفاش كانوا كيعاملوا اش قالوا على الطفل. اوكي،
حيت هذه هي الحياه ديال المسلم. راه ماشي راه دابا تيقول لك بان هذا الشيء ما غاديش يضرك في الحياه ديالك. تخيل شي واحد يجي تيقول لك هذيك الطريقه باش كيعيش قريش انا غادي نستعملها في حياتي. اوكي تيقول لك انا غادي ننجح بهذه الطريقه هذه، كتقول لي لا راه ما يمكنش، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش انت تجي لهذا الوجود وجاي بشي حوايج بشي ناس عايشين في القياطن وبغيتي تدخلها في الحياه ديالك مع هاد الناس ويكون لو سوكسي ديالك بحال لو سوكسي ديالهم. علاش؟ حيت ناتوريلمون انت عندك شي حاجه نيجاتيف اللي في بلاصتها هما عندهم شي حاجه بوزيتيف. إذن هذيك الحاجة اللي نيجاتيف خصها تجعله هو أحسن منك، حيت أنت فيك واحد الحاجة نيجاتيف وهو ما فيهش واحد الحاجة نيجاتيف، وربما هذيك الحاجة اللي فيه نيجاتيف بروبورسيونيلمون أحسن من ديالك، ماشي هي البارفيت ولكن على الأقل أحسن من داك الشيء اللي عندك. علاش؟ حيت الفيك نتايا خاطئ 100%. أولا منين جبتي الفكر ديالك؟ جبتيه من عند قريش. اوكي ماشي مشيتي جبتيه من عند الرومان او لا من عند البيزنطيين او لا من عند اليونان، جبتيه من عند شي ناس. انا كنحكم عليك دافونس بلا ما تعاود لي، انا غادي نقول لك سمح لي اولا اشنو هو البورسنتاج في الثقافه ديالك اللي مؤثر بالدين. باش كنشوف البورسنتاج ديال اللي كيحتكر الفكر القريشي في الحياه ديال الانسان المسلم وعلى مدى دي جينيراسيون. اوكي كنوصل الخاتمه بان هذا الشعب هذا بطبيعه الحال غادي يكون شعب متخلف. ايوا كنشوفوا دابا مثلا كتلقى الجابون عن تاثر الجابوني حتى صنعات الطوموبيله ديال تويوتا صنعتها في 1907 كان أعتقد ولا 1912 ولا يعني ملي استعمرت فرنسا المغرب. أوكي علاش المغرب علاش المغرب ما تأثرش بأوروبا في 1800 في القرن 18 وفي القرن 17 وفي القرن 19؟ علاش ما تأثرش بأوروبا؟ علاش بقى سكلودد؟ حيت هو باني الفلسفة ديالو والفهم ديالو للحياة، هو هاد الناس كلهم ما عندهم ما يديروا به. راه فاش دخلوا الإسكندرية كيحرقوا في المكتبات، قال لك العافية نايدت أسابيع ولاو كيسخنوا بهم الفرار تما كيحلقوا في الكتوبة، قال لك ما عندنا ما نديروا بالفهم ديال الإنسانية، احنا كل شيء داك الشيء راه جابوا لينا محمد، كاع داك الشيء اللي محتاجين في الحياة. إذن هذا شنو؟ هذا سوء فهم وظيفة العقل، هذا هو المشكل، سوء فهم وظيفة العقل بواحد الفيلير بواحد اوكي داكشي علاش كنقولوا دير خصنا نهضروا على الاسلام، حيت الاسلام خدا من الانسانيه بزاف ديال الوقت بزاف ديال الطاقه. كنهضروا عليه علاش؟ حيت الى صلحنا هذا المشكل هذا راه خصنا نعرفوا بان ديما خصناش نقولوا خصنا نعرفوا الثقافه ديال الانسان. راه الانسان ما كيتزادش انسان، الانسان كيتزاد يا اما حيوان يا اما انسان. من هنا بغيت نقول شكون اللي كيكون الانسان؟ الثقافه هي اللي كتعطينا الانسان. اوكي غير باش نعرفوا ان المشكل اللي عندنا مشكل ثقافه، حيت الثقافه كنبنيوها على الدين.
إذا خصنا نشوفوا أشنا هي الثقافة لا كولتور باش تكون إنسان خصك دوز من البروسيسوس ديال لونكولتوراسيون. أوكي حيت إلا عندك جوج تويميين ولا جوج توام وواحد عاش في المدينة مع في المدينة مع الناس ولاخو الدينة ملي تزاد الدينة حطيناه في الغابة كيعيش مع الحيوانات فهمتي لحنا في غابة الأمازون وخليناه يعني اش درنا كان دابا كان دوزو الثقافة ديال الثقافة لكل واحد فيهم مشينا الثقافة ديال عايش في مع الإنسان في المدينة ومشينا للثقافة ديال كنحطوه يعيش مع الحيوانات. دابا فاش غدوز 20-25 عام غادي نمشيو عند هذاك اللي عايش في المدينة مع الناس غادي نلقاوه كيتعامل بحالك ولكن غتمشي للإنسان اللي عايش في الغابة غادي تلقاه كيتعامل بحال الحيوان حيت عايش مع الحيوان. دابا اشنا هو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو الثقافة. إذن الإنسان ما كيتزادش إنسان يعني الثقافة هي اللي كترجع الإنسان إنسان والثقافة هي اللي غادي تعطيك لو دوغري ديال الإنسانية سا ديبون على لوريجين ديال هذيك الثقافة. حالي ما شديتك ماشي ثقافة تايا إلا كنتي في الغابة تايا راه ثقافة من ناحية زعما تايا كولتور ديالها بوحدها ماشي نيسيسيرمون يكون بحال الحيوان. هادوك لي تريبو اللي تيكونوا في الأمازونية تا هما عندهم ثقافة ديالهم. لا أنا اسمع دابا قلنا لك يعيش مع الحيوان ماشي مع الإنسان. إلا عايش مع دوك ترايبز اللي مجموعين وي راه غادي يكون إنسان وغتعامل معاه كإنسان ولكن إلا حطيتي غير مع الحيوان لمدة 25 عام أش كيعود؟ كيعود حيوان. يقدر يفهم الكلب وما يفهمكش أنت يا. يقدر يتفهم مع السبع وما يتفهمش معك أنت. يقدر يهضر مع القرودة ولكن ما غاديش يهضر معك أنت. هدانا سبيسيفيكاسيون بأن علاش كنقوله باش نعرفو أشنا هو فين أثر علينا الدين أثر علينا في الثقافة. أشنا هي الثقافة؟ الثقافة هي الإنسانية سا ديبون على الثقافة. إلا عندك ثقافة حيوانية غادي تعيش كالحيوان تقدر تزططها في الغابة ولكن ما تقدر تزططها مع الإنسان تمشي تعيش مع الإنسان ما غاديش تفهم معه. كانوا أفلام بالطريقة واش كيبينوا هذه الأفلام؟ كيبينوا بأن الثقافة هي اللي كترجع واحد الإنسان إنسان. داكشي علاش تيقول لك فاش كيتزاد الطفل أنت اللي كتمولديه انت اللي كتعطيه هذاك القالب اللي بغيتيه يكون طبيب كيكون طبيب بغيتيه يكون انجينيور كيكون انجينيور بغيتيه يكون شفار غادي يكون شفار. علاش؟ حيت كتستعمل الوسيله ديال لونكولتوراسيون انك تشد واحد الانسان وكتدخل ليه واحد لاكولتور معينه اوكي عن طريق البرين واشين لانكالكاسيون وداك الشيء كامل. علاش كنهضروا على الثقافة؟ حيت هنا فين ضرب الإسلام. الإسلام جا الثقافة وهو اللي فاش كنجيو للثقافة ديالنا كنلقاو فيهم بزاف ديال الحوايج اللي المصدر ديالهم ماشي البيئة ديالنا ماشي البيئة هي اللي علمتها لينا فهمتيني. بزاف ديال الأمثلة كتلقى بأن البيئة ديالك ممكنش غادي تفرض عليك شي حاجة بحالك وحيت هاد الحاجة داخلة. يعني دابا بيالير يعني دابا احنا كلادينيين يعني دابا انا لما فهمت يعني تخلصنا احنا من الدين عرفناه كأنه فكرة او يعني دين ماشي صحيح ولكن ما زال بقي فينا الثقافة القريشية سيسا وهو داك الشي كاين في اللاوعي ديالك
اوكي شي حاجه اللي ما غاديش تقدر ما تقدرش تخلص منها. علاش؟ حيت شي حاجه اللي ما عندكش عليها كونترول، شي حاجه اللي كتكون خارجه على الكونترول ديالك. علاش؟ حيت دخلات للدماغ ديالك، ماشي دازت على هذاك لو مويان دو كونترول عاد دخلات للدماغ ديالك. اوكي انت الدماغ ديالك ما كان ريسبتيف، كان غير كيهضم لانفورماسيون ودخلات واستقرات عندك في الدماغ. انا دابا ما نقدرش ناكل اللحم ديال الحلوف، واش فكره؟ يا فكره نقدر نتخلص لها على المستوى النظري ياس، ولكن علاش اثرت عليا بالطريقه هذه؟ فكره وليت انا ما قادرش ناكل، فكره ولا عندها علاقه بلابيتي ديالي وعندها علاقه بالبيولوجي ديالي ومع السيستم ديجستيف ديالي. فكره تحكمات في واحد الاورغانيزم فيا، واحد واحد الحاجه فيا تحكم فيها، مجرد فكره. اذا حنايا هنا اش كنديروا؟ كاين شي حوايج اللي كيطلبوا 10 سنين 15 عام 20 عام باش توصل لواحد الهدف معين، وكاين شي اهداف اللي كتكون جينيراسيونيل، يعني خصك جوج ثلاثة أربعة ديال لي جينيراسيون باش كتوصل لواحد الهدف. ماشي كنديروها حنايا حيت حنايا فينا ناس ضريفين وفينا الخير وداك الشيء، ولكن هذه هي سنة الحياة. فهمتي؟ شي حاجة كتبداها وكتجي لا دوزيام جينيراسيون وكتكمل فيها. وبحال هذا الكونسيبت هذا غائب في الثقافة الإسلامية. فهمتي؟ علاش؟ حيت الثقافة الإسلامية الحدود هي الموت ديال الإنسان في حد ذاته، حيت هو جاي غير يدوز امتحان، فتكون الفيزيون ديالو الوجود عنده علاقة غير مع الحياة ديالو حتى يموت. اوكي، فين هذيك الغريزة ديال خصنا نعطيو لولادنا شي حاجة حسن من هذيك، شي حاجة إنسانية؟ وهذيك هي اللي خلاتنا باقين عايشين مع هاد الناس، كان علينا أصلا نقارضو. إذن هاد الشي اللي كنديرو دابا علاش؟ حيت مأثر على البوبولاسيون كلها، والبوبولاسيون كتكون فيها او مويان كتكون فيها تغوا جينيراسيون. ها بوبولاسيون الناس كيعيشوا حتى 80 عام، 75 80 90 عام. اوكي شنو هي؟ كل اوكي هذه عندها تغوا جينيراسيون، وهذوك لي تغوا جينيراسيون بثلاثه بهم انفكتد، سون افكتي، تضرروا من هاد، مأثر عليهم هاد الدين كلها. إذن فاش كيكون التغيير ما يمكنش غادي يكون التغيير، التغيير خص يكون جينيراسيونيل، يعني خصك تخلص من هاد 100% ديال الشعب، كاع داكشي اللي عايش في المغرب، من هذاك اللي تزاد دابا حتى داك الانسان اللي من ديك البوبولاسيون ديال الناس اللي تزادوا اليوم حتى هذوك الناس اللي غادي يموتوا اليوم، كل شيء هذا الشيء مسلم. إذا اش غادي دير؟ المسألة بين خصك تجيب تغوا جينيراسيون على الأقل، أنك تجي لا جينيراسيون الأولى وتمشي الأخرين، هذوك الكبار كيموتوا وكينقصوا العدد، واش كيبداو الوقت اللي كيبداو الناس كيتزادوا من البلاصة كيتزاد لا ديني والناس الكبار كيموتوا، هنا كتعرف بأنك ربما وصلتي لهذاك الهدف اللي بغيتي نتايا. أن واحد المجتمع ماشي بالضرورة يكون كله لا ديني ولا كله ملحد ولا غير ينقص هذا البورسنتاج. ديما كنقولوها الإخوان، ديما بغينا سيدي شي نوع ديال البنايات في المغرب يكون عنده واحد الراس طويل ويكون عنده واحد الباب في شكال وواحد القرمود خضر في شكال، بغينا هكا، بغينا شي ناس يكونوا كيلبسوا واحد اللبسة في شكال ولابسين واحد القفالة في شكال وواحد البلغة في شكال، كيقرأ في واحد الكتاب في شكال. بغينا الدين، ولكن ماشي المجتمع كله مليوح على وجهه صاحبي، المجتمع كله بغى يمشي للجنة وكله بغى يدين. الدين ما جاش باش تبني به الحياة، ما كتبنيش عليه الحياة. الدين شي حاجة خاصة بك انت اللي صنعتيها كإنسان، إذا نعطيها البلاصة اللي كتستحق. تا كاع شديتي الخرا كله، عرفتي حقيقة الوجود وجاي ندوز امتحان، كاع داكشي انت دايره من الخشب
كل شيء لحتي للدين، واش بقى لك انت؟ ما بقى لك والو، فين هي الحريه ديالك انت كانسان؟ واش هذا الاله مريض انه خصو يستغل الحياه ديالك انتيا باش تصلي ليه، تجي هنا باش تصلي ليه، بحال هو راه بحال كتبرونشي لي شي بريز كتزيدو الطاقه ولا شي حاجه. هذا راه ما بقاش دين، الانسان هو اللي صنع الدين، صنع شي خرا مزيان. ياك انت ديالك الدين انت اللي صنعتيه، الله انت اللي خلقتيه وعطيه شي صفات زوينين، خرج ربو من ديك الجزيره العربيه وحطو حدا شي ساقيه في تارودانت في مكنات ولا في بني ملال.